هادشي اللي تعرض ليه فريق رجاء بني ملة اليوم هو انا يمكن لي نقولها مجزره تحكيميه. على اين نرجعوا لهذا الموضوع من خلال الاسئله ديالكم؟ بطبيعه الحال المباراه تقنيا شفنا فريق رجاء بني ملة في الشوط الاول كان مسيطر سيطره تامه، سجلنا هدف، كنا لاعبين كره في المستوى العالي، كاننا لا ماشي لاعبين غير في الميدان ديالنا، ولكن صراحه كنا متفوقين في كاع النزالات. كنا كنلعبوا الكره في وسط الميدان، ما جيناش باش نلعبوا رجعوا اللور. حنا فريق رجاء بني ملة ما يرجعش اللور ويبدا يلعب على الهجمات المرتده، بل بالعكس كنا لاعبين ثلاثه ديال المهاجمين الكروي وكمال الصالحي وحمزه بن العسري، هادو ثلاثه ديال لي زاتاكون. وكان عندنا تروا ميليو تيران، كان عندنا لعابه اللي في المستوى الكبير كنلعبوا الكره. في الماتش الاول ضد جديده ضيعنا هدف، لكن في ملعبنا تقبلنا، خرجنا تنصفقوا وتقبلنا المساله ديال الهزيمه، لان الهزيمه وارده في كره القدم، لكن الطريقه ديال الهزيمه هي المشكل. ولكن دائما ما كيمشي المدرب ضحيه، ان فوا المدرب تيهضر على حقه ولا تيمشي يدوي مع الحكم كيتعمر له في التقرير، وهذا وتتصيفط للجنه. اللجنه بطبيعه الحال تشوف ذاك التقرير اللي داروا الحكم والمندوب وكيحكموا بداك الشيء اللي حنا ما كنشكوش ابدا في النزاهه ديال 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 التحكيم المغربي. ولكن كانوا اخطاء، نقدر نقول كان تسرع. ربما الماتش شنا الكره كيف يعني خرجنا في الشوط الاول رابحين، دوزيام ميطون شحال من لاعب خدا افيرتيسمون، اللاعب ديالنا تعرض لخشونه واضحه من تاكل بار ديرير، يعني من اللور تضرب ضربوا لعاب اللي هو خصو يستحق ياخذ الورقه الحمراء، فاذا بي تيجي يعطي لهذاك اللي مضروب تيقول له هاك انت الحمراء. الحكام اليوم بغيت التمس له الاعذار مع راسي، ما كرهتش، وانا قلت له تعديتي علينا حشوم عليك فقط. انا راه ما قلت لي حتى شي كلمه العيب، بل الخطير من هذا الشيء كامل وانا كاين شهود من يعني اللي كانوا حاضرين ومستعدين كاملين يشهدوا انه للاسف انه قدر يغلط اي واحد. دابا ملي تيغلط المدرب تنوضوا ليه، دار فعل ترك هذا دير ليه هذا، وكان كي 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 يقدروا ما يرحموا حتى واحد. ولكن ملي تيغلط الحكم في ارضيه الملعب وخرج برا ويتلفظ بكلام اللي هو ماشي في حشومه، انا تنقول خذوا العبره من سيدنا الله ينصرو جلاله الملك، خذوا العبره كذلك من السيد رئيس الجامعه. الناس خدامه تجيب لك كوب دافريك، ها الكوب دي موند، ها سميتو، حنا باقين، علاش عطيتيني الحمراء ضربتي قرعه برجلك؟ رانا كويري رقاب، هذا المرات كنكون ناعس وكنضرب ولدي كنتيريه، فين كاين المشكل؟ ضرب قرعه، تعصبت وغوت، واش قلت واش توجهت بشي كلمه في حقك اللي ماشي هي هذيك؟ ابدا. الاعلام كاين كلشي، والتيران خاوي ويكلو كيتسمع اي صوت كيتسمع. حنا ما قلنا لك والو، قلنا لك اودي الله يجازيك بخير عطينا غير الحق ديالنا. يعني في الشوط الثاني تيطردوا جوج، الحكم ديال الحارس ديالنا من اللي كنا متعادلين غير كيصوب في الكره قال لي تعطلتي عطاه صفراء. شكون ملي كيعطيك الحارس صفراء ويعطي المدرب صفراء ويعطي لادجوان صفراء ويعطي الميليو تيرا صفراء ولاتاكون صفراء، شنو بقى؟ خليونا نلعبوا الكره. حنا جينا واحد الجيل الجديد ديال المدربين، جينا بغينا حنا نخدموا بلادنا، واش ما عندناش الحق فيها نخدموا فيها؟ واش غيجي واحد قدر ربما تكون عنده شي خلفيات اخرى يدخلها لينا في هذا الشيء؟ التحكيم راه داك الشيء راه تقليد، الانسان راه قودات الملاعب. ما قلنا لك والو ولدي، تراك باقي صغير، حنا راه لعبنا الكره ودوزنا حكام الله يرحمهم، دوزنا سعيد بالقوله وما ادراك ما سعيد بالقوله الله يرحمه في هذا النار، وما عمر سعيد بالقول جبد لنا حمراء ولا جبد لنا شي حاجه، كنا كن لا غرينطا وكنتقاتلوا على قبل القميص اللي تنحملوا. اليوم في الشوط الثاني استهدفنا من طرف الحكم، من طرف الحكم كانت باينه للعيان وكان كل شيء كيستنكر. راه كاين المباراه هي من اي عندنا مسجله، ما منقولهاش مباشره كاين مسجله، عندنا الحق سجل هي مسجله. ونرجعوا للاحداث، لعاب كيضربوا لاعب ديال الكوكب مراكشي بتاكل من اللور وكيعطي صفرة فقط، وكان غادي يعني في اتجاه يعني غادي في هجمه مرتده، يعني تاكل من اللور
راه ديريكتور محمر ما فيها لا هادي لا هادي. القانون واضح، تنعطي صفره وتنجي عند داك اللاعب اللي هو طيح ناض هزوه خرج برا قال لي لا ملي جابوا لك هذيك طلع فيها. ممكن الحكم يكون عنده الحق ولكن وريني، عطي انذار شفهي. واش ما كاينش هادشي؟ راه كاين الناس كولينا راه كيضحك لاعب ما كتيضحك وكذا وكذا، ولكن ملي كادك تشوفك فتي الحدود عاد تيجبد معاك. الدراري هادو خصك تمشي معاهم، دار واحد الغلط اللي هو بسيط كتنبهو انت معاه، السلام عليكم هاك مع هاك 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 دوزيام ميتون. شوفوا شحال ديال الانذارات خدينا، جوج ديال البطاقات حمراء، عاد الخصم سجل علينا جوج الاهداف، كنا رابحين كنا شادين الماتش. دوزيام ميتون كلشي تقلب، الاداء ديال اللاعبين ديالنا بطبيعه الحال غيتاثر مع طرد اللاعب وطرد المدرب. اقسم بالله العلي العظيم الى طرد ظلم ما داك الحكم، واحد السيد راه كان لابس واحد الكسوه تانق قال لي راه ضربني ضرب القرعه ضربها حدايا، الناس راه تتفرج وكاين الكاميرات، الا غادي نضرب برجلي ولا راه عادي، راه العاف تيران لاعب هذا سميتو تيضرب كره برجلو تيزيد، كاين المشكل؟ واش بهالهاد الدرجه كتلقى السبب باش يعني ويخرج الحكام غادي خارجين وكاينين شهود اكثر من 10 ديال الناس شاهدين مستعدين يدليو بالشهاده ديالهم. واحد الكلمه اللي تقالت حشومه وعيب وعار، حشومه وعيب وعار. فريق رجاء بني ملال اليوم تعرض للظلم ديال التحكيم.